الفنان العماني محسن الفقيه. حيو ماي صبقي. ما شاء الله محسن اطول مني وحقني. يا انت تطلع يا فنان. لا ولو ما علي انا انقز لك. فنان عشان لا تحرجني ولا احرجك. عبالي جايب لي طاوله. الفنان من سلطنة عمان حب يشارك اخوان الفنانين واخوان المعاقين في احتفالهم في هذا المهرجان الطيب اللي يحضرها الوجيه الطيبة الناس الطيبين، وإن شاء الله بوجودكم راح ينجح هذا المهرجان. حياك الله أخوي محسن. الله يحييك أستاذ طارق، وشاكر إليك وشاكر أيضا للأستاذة نيرفانا على التقديم الجميل هذا. أخوي محسن شنو تبي تقدم اليوم لجمهورك وهالضيوف الطيبين؟ والله أولا أنا سعيد بالمشاركة في مثل هذا الحفل، لأنه حقيقة أولا مناسبة إنسانية في المقام الأول نتعامل معها حسا وإحساسا. الأغنية الأولى من كلمات الشيخ حمد الأغبري وألحان الأستاذ القدير أنور عبد الله اللي أتشرف بالغناء من ألحانه، وسبق طبعا الأستاذ أنور أعطاني لحن اللي هو ساعة صفا من كلمات الأستاذ عبد الله صخر العامري، أيضا راح أقدم هذا اللحن في هذا الحفل، وأتمنى إن شاء الله ينال رضا الإخوة الحضور. وأنا أتمنى لك التوفيق، ونخلي محسن ويا إخواننا جمهور الكريم.